الخير والسلام عليكم. ورايحين البغداد يا غالي، رايحين البغداد يا غالي، صار لي من رجل مش عارفه يا غالي بغداد. الحمد لله على سلامتنا، احنا وصلنا بغداد وطبعا ازدحام ماكو ابدا، جديات ماكو، انه بغداد بلا ازدحامات صغيره حلوه، والمشكله انه مو بس ازدحامات ماكو، بس شوفوا ولا واحد مفتح، وانا بدي اشتري كاميرا وماكو يعني، فايش قلنا انه ماكو ازدحامات وماكو شيء اشياءات، فناخذ لفه بغداد كلها، فخليكم ويا الفيديوهات شوفكم بغداد بدون ازدحام ان شاء الله. يلا dokunamamak saçlarını ellerimle okşayamamak sevap istemem artık günahsa günah sustum dudaklarımda yürekte feryat bir gelsen sarılsan istemiyorum desen ölürdüm sevinçten kollarında ben inanmam inanmam duydum
شغالين طبعا بغداد فارغه 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 ولا سياره بالشارع. يعني اول مره بحياتي انه انا اجي بغداد وهيك فارغه. يعني جديات جديات بساعه ونص بغداد فارع فارع منطقه منطقه شارع شارع افتريتها. فاللي يريد يطلع خلي يطلع ايام العيد هذني، لان ظهر اهل بغداد مو بغداد يعني كلهم بالشمال، مع العلم انه بغداد تسوال شيء احلى من الشمال شويه يعني. اسف. المهم انه احلى من الشمال بالنسبه لي يعني بصراحه، انه على الاقل اللغه نفس الشيء. عرفت شلون؟ الناس همين طيبين هنا، انا ولا صغرا باهل الشمال. فاللي يريد يطلع خلي يطلع بغداد هالايام، لان فارغه جديات فارغه شوفوها بغداد على حالاتها. بس بالمقابل انه الكل معزلين لهذا انه السبب فارغه، الكل معزلين. فاللي طالع يشتري ما يشتري ماكو شيء طبعا، بس ان تريد تفتر بسياره هيك ضل تلف وتلف تلف تلف بالشوارع، فهو هذا الوقت المناسب يا غالي. بس احنا راجعين للبيت طبعا، انا صورت لكم بغداد كلها كلها شارع شارع. المناطق ما ذكرتها لانه صارت كل المناطق مقتطفات مقتطفات، فما راح اتذكر اسماء المناطق كلها. وانا مهم يعني مو كل الزين، صار هواي من عارف بغداد بالمناطق يعني مو كل الزين قصدي، فانتوا لحالكم عرفوها، ما كداعي تعرفوها، بس شوفوا الجو يعني. واذا تعرفون ببغداد انتوا قولوا اكتبوا لنا اسامي المناطق جوا يعني ساعدونا بهن. تمام، فخلنا نروح على البيت هسه ونشوف ورا ايش راح نسوي، واذا راح اقضيها سلامات راح اختم لان ما احب اسلم هاي. يلا يعني يلا يعني كم طريق الراجع للبيت يستاهل البسينالك والله. طبعا ما اقدر افتر الا وياي ابويا دا يسوق، لان ما عندي رخصه القياده فما اقدر افتر بغداد، يحاسبون على الرخصه مال القياده. فهنا وصلنا تقريبا المنطقه يمكن اسمها بغداد جديده ما اعرف والله. المهم ان انا راح نسوق احنا اللي ماكو مرور يا قاعد نكمل. وهاي رجعنا للبيت، وصلنا البيت طبعا راح اقضيها بالسلامات، فما راح اقدر اشوفكم شيء. فطفي السياره اول شيء، طفيناها لهنا ينتهي بلوج اليوم، ونقول لكم الحمد لله على سلامتكم وياي. وتابعونا اذا متابعين، لا تنسون تخلون اشتراك واللايكات داروني بيهن، وشاركوا المنشور شو اسمه الفيديو، ها شاركوا الفيديو اذا عجبكم. يعني اريد دعم شويه منكم لان انتم اصدقائي، صرتوا عمليا اصدقائي من صدق. فلهنا نقول لكم باي باي ومع السلامة، نشوفكم باكر إن شاء الله، مع السلامة باي باي.